ولوالدي ولأصحاب العقاب الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله فيا أيها الراجون منه شفاعة صدروا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها المشتاقون إلى رؤية Yeah.
أو من الشهر ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وسلم وسهل ما قطع. Thank you.
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضع برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مدله وعظم شانه خلق الحكمة وطوى عليها فرزقه من فائض المنة ما جرى به في أقداره القسمة فأرسل إليه مصرفه وجمع به رحمة تلقى الرب المزنية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آدم شرفه في عالم الشهادة والوجود فما أجل هذا المبنى الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وفرزت ورد العوالم بالتراز الفكري اللهم صل وسلم واشرف الصلاة عزيز عليكم عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فوجهني إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة
وبارك عليه وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلق بها اللسان عما تطلب منه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوح على أهل اليقين من صفة ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم في أجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ورزا فيها في خيرة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصطفى عليه، صلاة يتصل بها روح المصطفى عليه، صلاة يتصل بها روح المصطفى عليه، فيمسك في قلبه تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتبيأوا منها الشرف الأصلي بوده وحبه، ما أنقل الأكوان بنشر ذكره ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع
به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتأرحان برفع ذلك من عليه.